السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصوت واضح يا بنات؟ واضح، في واضح. تمام، اليوم إن شاء الله بناخذ يعني جزء من الموضوع سبق أن احنا شرحناه، ألا وهو استهلاك الأصول الثابتة، استهلاك الأصول الثابتة، لكن في جزئية بالنسبة إلى جرد الأصول الثابتة، اللي هو جرد الأصول الثابتة. طبعا أنا وضعت له بعض الورقات اللي مكملة اللي هو استهلاك الأصول الثابتة، موجودة عندكم في اللي هو المنتدى، منتدى المناقشات، يعني يلي نبهوني إذا كان موجود أو لا. منتدى المناقشات للمتوسطة 1، اسم الموضوع جرد الأصول الثابتة، بس أبغى أتأكد إنها هل موجودة أو لا. إيه الحمد لله، يلا خلصنا الآن. بس الظاهر إيه، هذا يعني معلق به اللي هو الأصول، أو اللي هو استهلاك الأصول الثابتة، يعني جزئية بسيطة لأن فيها موجود ربما اللي هو الأسئلة، فلا بد اللي هو أشرحها لكم، يعني شرح اللي هو بسيط، ولا يعني تقريبا الحمد لله اللي هو خلصنا. موجود عندنا اللي هو في المذكرة، أعطيكم بس تتابعون وياي. فأيضا فيها شق أنكم درستوها في مبادئ محاسبة 1، مبادئ محاسبة 1. طبعا اللي هو الأصول اللي هو الثابتة، أنتم عارفينه وش اللي هو الأصول الثابتة، هي الموجودات اللي تمتلكها أو تمتلكها اللي هو الشركة، ليس بغرض طبعا الاتجار بها بيعا وشراء أثناء الدورة المحاسبية، ولكن لما تشتري له الشركة اللي هو الأصول اللي هو الثابتة، هي بغرض الاحتفاظ بها للمساعدة في العملية الإنتاجية لتحقيق طبعا اللي هو الإيراد لأي مشروع أو أي شركة قائمة. فنلاحظ هنا اللي هو تحتفظ بها، ولو أخذنا أمثلة للأصول اللي هو الثابتة، يعني أنا متأكد أنكم أخذتم الشق هذا تقريبا في اللي هو مبادئ محاسبة 1، اللي هو من ضمن اللي هو الأصول الثابتة، أو اللي هو الموجودات، أو يسمونها اللي هو الأسيت، كلها مسميات اللي هو واحد باللغة الإنجليزية اللي هو الأسيت، أو الأصول أو الموجودات بالنسبة اللي هو الشركة، مثل الأراضي، المباني، الآلات، المعدات، بالإضافة ذكروني لو كنتم تعطوني أمثلة للأصول اللي هو الثابتة، فقط الأصول الثابتة. فتعتبر كلها هذه اللي هو من الأصول اللي هو الثابتة. طبعا مثل ما قلت لكم اللي هو بغرض الاحتفاظ بها، وليس اللي هو بيعا وشراء. لو كانت بيعا وشراء هذا تصبح بضاعة تحت الأصول المتداولة، مثل تشتري اللي هو الشركة اللي هو التجارية اللي هو بضاعة، ثم تضع هامش الربح وتعيد مرة أخرى بيعها، فتصبح اللي هو البضاعة. أما الأصول الثابتة فليس بغرض اللي هو الاتجار بها بيع وشراء، وإنما من أجل الاحتفاظ بها في اللي هو الأول، تساعدنا في العملية الإنتاجية. طبعا اللي هو تكلفة اللي أعطي اليوم اللي هو أتكلم عن، ألا وهو تكلفة الأصل الثابت. كم تكلفة الأصل الثابت؟ لو إحنا شرينا الآن سيارة ونبغى نستخدمها في الشركة، أو مبنى من المباني، أو آلة من الآلات، هل شرينا آلات أو معدات سوف نستخدمها اللي هو في الشركة، نبقى الآن نحدد تكلفة الأصل كيف نسجلها اللي هو في اللي هو اليومية.
طبعا انت عارفين ان المحاسبه تقوم على مبدا من المبادئ المحاسبيه اللي هو التكلفه اللي هو التاريخيه التي يعني تعتبر اكبر اكثر قابليه للاعتماد عليها. طبعا عندما يتم تقويم ايضا اللي هو الموجودات ولا ناخذ اللي هو بالقيمه السوقيه لان القيمه السوقيه قابله للارتفاع واللي هو الانخفاض. طبعا حيث يعني هذا اللي هو المفهوم تحميل اللي هو الاصل الثابت لجميع ما تكبدته المنشاه في سبيل الحصول على الاصل. ما معناه؟ معناه لو شرينا اله من الالات فاحنا نتكلم عن كم تكلفه اللي هو الاله، كم شحنها، كم تشغيلها، كلها هذا داخل في تكلفه اللي هو الاصل. طبعا حتى تصبح جاهزة للاستخدام الفعلي في اللي هو الشركة. طبعا عند شراء اللي هو الأصل من الخارج يجب على أيضا المحاسب أن يحدد كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بالحصول على هذا الأصل. طبعا يدخل في ذلك اللي هو الثمن الأصلي طبقا للفاتورة الجمركية لو احنا شريناه من فرضا عندنا اللي في السعودية، فلو شريناه من خارج السعودية اصل من اللي هو الاصول الى ان يصل عندنا في اللي هو الشركه، كل ما دفعناه يعتبر من ضمن تكلفه الاصل. هذا بالنسبه الى اللي هو التكاليف. في اللي هو من مثال لو اخذناه يوضح لنا اللي هو اكثر. طبعا لو المثال هذا لو اشترت شركه النور للنسيج والغزل آلة، شرط اللي هو الآلة هذه من أجل اللي هو تستخدمها لاستخدامها في عملية الإنتاج في اللي هو الشركة. تابعني موجودة اللي هو الورقات اللي أنا وضعتها في عملية اللي هو الإنتاج في اللي هو الشركة، وقد توفرت البيانات التالية. لو فرضا الآلة هذه جاتنا اللي هو المعلومات عنها اللي احنا شريناها، لا السعر اللي هو الآلة بموجب اللي هو الكتالوج لو فرضا 4500، تمام. وموجود عندنا خصم تجاري احنا احتصلنا عليه بنسبة 10%، لكن دفعنا مصاريف نقل وشحن وتأمين قيمتها 500، وايضا دفعنا رسوم جمركيه لان شرينا من الخارج اللي هو مقدارها 200، وايضا اللي هو تكاليف تشغيل المهندسين كلفنا 50. لو فرضا جاتنا المعلومات هذه كم سعره اللي هو الاله اللي احنا شريناها بالاضافه الى معلومات اخرى مثل المصاريف والرسوم واللي هو التكاليف اللي هو تشغيلنا. هنا لو نبقى نحدد اللي هو قيمته من اجل طبعا اثباته في اللي هو القيود اللي هو اليوميه، نقصد اللي هو الاله، لو بغينا نعرف اللي هو التكاليف اللي هو بالضبط على اساس اللي هو نثبته. طبعا يمكن اخذتوه في مواد محاسبه واحد ان احنا نكتب من حساب اللي هو الاصل السيارات او الالات او المعدات او هذول الى حساب اللي هو طريقة اللي هو دفعه النقدية سواء اللي في الصندوق أو في البنك. هنا قال لنا المطلوب إجراء قيود يومية لازمة لشراء اللي هو الآلة، وأيضا لو استطعنا اللي هو تصوير اللي هو الحساب اللي هو الإسداد بالنسبة إلى الآلة. هنا في طريقتين يعني كلاهما صحيح، في طريقة اللي هو مطولة وفي طريقة مختصرة، كلاهما صحيح. هنا اللي هو الطريقه الاولى اثبات ثمن شراء الاله طبقا اللي هو الكتالوج هذا بشكل منفصل عن دفع اللي هو المصاريف. فنشوف اول شيء ثمن الاله فقط، وبالنسبه الى اللي هو المصاريف الاخرى نضعهم في اللي هو شق اخر. فسعر الاله هو معطيني اياها 4500، احتصلنا على خصم تجاري مقداره 10%. طبعا اللي هو الخصم التجاري اللي هو 10% معناه اللي هو قيمه الاله 4500 مضروبه في 10%، فاحتصلنا على 450
ريال أو دينار، هذا اللي هو الخصم، فيصبح له سعر الآلة 4500، مطروح منها الخصم اللي هو 450، يصبح سعر الآلة 4050. 4050 طبعا هنا يضاف لها مصاريف نقل وشحن والتأمين، معطيني إياها قيمة اللي هو 500، وأيضا يضاف لها رسوم جمركية، وأيضا يضاف لها تكاليف التشغيل، لأنها هذه إحنا اللي دفعناها من أجل اللي هو الآلة، فيصبح اللي هو التكلفة الكلية للأصل 4800. منين جت ال 4800؟ عن طريق سعر الآلة اللي إحنا توصلنا لها 4050، جمعنا معاها اللي هو 500 وال200 وال50، فأصبحت 4800. لاحظوا من أول شيء إحنا طرحنا اللي هو الخصم اللي هو التجاري اللي هو 10%، فآخر شيء توصلنا إلى أن التكلفة الكلية للأصل تساوي 4800. بارك الله فيك نور، أي نور، نور جابت لنا اللي هو القيمة 4050، فال 4050 هذه اللي هي تكلفة اللي هو أو سعر اللي هو الآلة، كم موجودة اللي هو في الكتالوج، وحصلنا على اللي هو الخصم اللي هو 10%. تمام، بس يا يوف لا تنسين اللي هو المصاريف اللي احنا دفعناها، ألا وهي مصاريف اللي هو النقل والرسوم الجمركية، وأيضا اللي هو التكاليف، يعني حتى من ناحية اللي هو الشخصية، لو سألت أي أحد كم كلفك اللي هو سيارة أو كم قيمة اللي هو السيارة، أو فيجمع جميع اللي دفع بيقول والله أنا شريت من الوكالة بهالقيمة، وأيضا فيها اللوحات، أو أيضا فيها اللي هو الرسوم المرورية، فبيعطيني جميع ما دفعه من أجل اللي هو السيارة. أيضا عندنا الشركات، فالشركات لما نحسب اللي هو الأصل الثابت، فنشوف سعر كم كلفنا، وكم أيضا تكبدنا من مصاريف على أساس أنه يصل لنا. هنا لما نصل إلى التكلفة الكلية للأصل 4800، تمام، نسبة اللي هو القيود في اللي هو اليومية، كنت عارفين من بعد محاسبة واحد أن الأصول ذات الطبيعة، طبعا اللي هو المدينة، فنقول من حساب اللي هو الآلة، من حساب اللي هو الآلة، أو حساب اللي هو الأصل، أو حساب لو شرينا معدات أو سيارات أو مباني، كلها الأصول، فنقول من حساب هنا الآلة، لأن احنا شرينا آلة وهو الآلة أصل من ضمن اللي هو الأصول الثابتة، إلى حساب اللي هو البنك، طريقة اللي هو الدفع عن طريق اللي هو البنك. فهنا أثبتنا شراء الآلة بخصم تجاري مقداره 10% طبقا لسعر اللي هو الكتالوج اللي هو 4050. 4050 ثم بعد ذلك نثبت ما دفعناه من اللي هو المصاريف، اللي هو دفعنا رسوم جمركية، ودفعنا تكاليف تشغيل الآلة، وأيضا مصاريف نقل وشحن والتأمين، فأصبحت اللي هو نقول من مذكورين، يعني كلها هذه مصاريف، طبعا فيما بعد بنحملها على اللي هو الآلة، دائما اللي هو المصروفات ذات الطبيعة اللي هو المدينة، فنقول من حساب الرسوم الجمركية 200، وتكاليف تشغيل اللي هو الآلة المهندسين اللي هو 50، بالإضافة إلى مصاريف نقل وشحن واللي هو التأمين اللي هو 50. كيف دفعناه؟ دفعناه عن طريق اللي هو البنك، مجموعهم 750 إلى حساب البنك. هذا القيد هذا أثبتنا اللي هو دفع المصاريف الرأسمالية بشيك، تسمى رأسمالية ليه؟ لأنها دفعت من أجل أصول ثابتة، أصول ثابتة. ثم بعد ذلك نحمل جميع المصاريف اللي هو 750 كلها على اللي هو الآلة، فنقول طبعا هذه اللي هو الطريقة الأولى، فنقول من حساب اللي هو الآلة وحساب اللي هو الأصل إلى مذكورين،
الرسوم الجمركية والتكاليف اللي هو التشغيل اللي هو الآلة، وأيضا المصاريف اللي هو النقل، كلها جميعها نحملها على اللي هو الآلة. هنا اللي هو القيد يسمى إثبات تحميل أو إقفال المصاريف. الآن إحنا أقفلنا المصاريف، جعلناهم دائنين بعد ما كانوا مدينين، فكأني أقفلت حساب اللي هو الرأسمالية للأصل في اللي هو في الأصل. هنا الموجود عندنا الأصل الآلة، هنا الموجود الأصل اللي هو الآلة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أني أفصل اللي هو سعر الآلة بعد ما أخصم طبعا اللي هو الخصم اللي هو التجاري، فأقول سعر الآلة 4500 الموجود في الكتالوج، أخصم منها اللي هو الخصم اللي هو التجاري اللي هو 450، يصبح 4050. أنا أعيد، تمام، 4050 أسجل اللي هو القيد، فأقول من حساب الآلة 4050 إلى حساب البنك، تمام. هنا اللي هو القيد إني أثبت شراء الآلة بخصم فقط اللي هو بالخصم اللي هو 10% طبقا لسعر الفترة. ثم بعد ذلك أشوف اللي هو المصاريف اللي أنا دفعتها من رسوم أو تكاليف تشغيل أو مصاريف اللي هو النقل والشحن والتأمين، كلها هذه كيف اللي هو دفعتها طريق اللي هو البنك، وأيضا اللي هو الآلة أصلا عن طريق اللي هو البنك، فكتبت لهم اللي هو شيك. فلذلك يصبح اللي هو القيد من مذكورين حساب اللي هو الرسوم الجمركية وحساب تكاليف تشغيل الآلة للمهندسين ومصاريف اللي هو النقل والشحن والتأمين إلى حساب اللي هو البنك. ثم بعد اللي هو القيد الرابع أني أحمل المصاريف هذه على اللي هو الآلة، فأقول من حساب اللي هو الآلة أو حساب اللي هو الأصل 750، وش 750؟ هذه عبارة عن الرسوم الجمركية إلى مذكورين. من هم المذكورين؟ الرسوم الجمركية 200، تكاليف تشغيل الآلة المهندسين 50، مصاريف نقل وشحن وتأمين 500، مجموعهم 750، حملتهم على اللي هو الآلة. هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية في اللي هو الإثبات، كيف اللي هو نثبتهم على لو أخذنا نفس اللي هو المثال هذا، احنا شرينا اللي هو الآلة وتحملنا اللي هو التكاليف. هنا قال تثبت اللي هو عملية اللي هو شراء الآلة بالثمن الكلي كله كامل، أي ثمن اللي هو الشراء بالكتالوج بالإضافة إلى جميع المصاريف التي دفعت على الآلة، يعني الرسوم الجمركية بالإضافة إلى التكاليف اللي هو الشحن بالإضافة إلى اللي هو المصاريف كلها أجمعهم. وأقول بالنسبة للقيود اليومية، أقول من حساب اللي هو الآلة 4800 إلى حساب كيف اللي هو اللي شريته عن طريق اللي هو شيك عن طريق اللي هو البنك إلى حساب البنك 4800. أعيد اللي هو القيد 4800 من حساب اللي هو الآلة أو الأصل، لو جاء في اللي هو التمرين أي أصل منه من أصول آلات أو معدات أو سيارات أو كذا، إلى حساب اللي هو البنك بالقيمة الإجمالية اللي احنا دفعناها، سواء سعر الآلة أو التكاليف الأخرى، تمام. في اللي هو حيث أن النتيجة طبعا اللي هو وحدة، فربما نثبت اللي هو الأصل عن طريق اللي هو الأربع القيود أو قيد واحد بقيمة اللي هو الإجمالية 4800. طبعا 4800 كيف جاءت؟ عن طريق سعر الآلة 4500، خصمنا منها اللي هو الخصم اللي هو التجاري 10% 450، فأصبح سعر اللي هو الآلة 4050، لكن يضاف له اللي هو المصاريف. المصاريف هذه عبارة عن مصاريف نقل وشحن وتأمين 500 بالإضافة إلى رسوم جمركية 200 بالإضافة إلى تكاليف تشغيل اللي هو الآلة للمهندسين 50، فأصبحت اللي هو التكلفة الكلية للأصل 4800. وين الأصل؟ الطريقة الأولى والطريقة الثانية؟
كلاهما صحيح. يبقى أنا أسألكم أقول لكم وين الأسئلة، الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية؟ الأولى. يعني كلاهما طبعا اللي هو صحيح، لما فرح كلهم الطريقة الأولى، بينما هاجر له الطريقة الثانية. يعني أنا أميل إلى له الطريقة الثانية، الطريقة الثانية ما في إلا قيد واحد، بينما بالنسبة إلى الطريقة الأولى فيها أربع قيود، ما أدري ليه أنتوا اخترتوا اللي اختاروا الطريقة الأولى، ما أدري ليه اختاروا الأربع قيود مقابل قيد واحد. يعني الطريقة الثانية ما فيها إلا فقط قيد واحد. صديقتي يا بنتي عائشة اللي هو يحبون التعب، فكلاهما اللي هو صحيح، لكن الطريقة الأولى يفند اللي هو المصاريف تفند لوحدها، أما بالنسبة إلى الثاني فيأخذون بالإجمالي مباشرة اللي هو التكلفة الكلية اللي هو الأصل. طبعا اللي هو بعده مباشرة اللي هو بعد اللي هو التمرين هذا موجود عندكم اللي هو استهلاك اللي هو الأصول الثابتة، وسبق ان احنا اللي هو شرحناها بالنسبة الى استهلاك الأصول الثابتة، سبق اني نزلتها لكم. طبعا اللي هو طريقة اللي هو القسط الثابت او القسط المتناقص المضاعفة أخذناها اللي هو من قبل. أحد عنده أي سؤال؟ مهمة تسألني عائشة، مهمة يعني ربما يكون اللي هو فيها اللي هو سؤال عن اللي هو التكلفة اللي هو الإجمالية، ربما يكون سؤال عن التكلفة الإجمالية. وهنا ايضا موجود عندنا اللي هو الاستهلاك، فالصفحه اللي بعدها اللي هو استهلاك الاصول الثابته، استهلاك الاصول الثابته انا اقرا في 62، موجود عندنا اللي هو التعريف، سبق ان اخذنا اللي هو سؤال عن تعريف الاستهلاك او الاهلاك، يعني كلاهما الاستهلاك او الاهلاك كلاهما اللي هو صحيحه، يسمونها بالانجليزي depreciation اللي هو النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصاديه الكامنه بالاصل الثابت خلال طبعا عمره الانتاجي. فنلاحظ كلمه اللي هو الاستهلاك او الاهلاك اللي هو معناها اللي هو النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصادية الكامنة بالأصل الثابت الموجود عندنا اللي هو في الأصل الثابت خلال طبعا عمره اللي هو الإنتاجي بسبب استخدامه في الإنتاج أو التقادم أو ظهور اختراعات جديدة تقلل من قدرته الإنتاجية. فلو لاحظنا
يعني حتى في المستوى الشخصي لو سألتكم أو كنتم تنطلقون اللي هو سيارات، وش اللي هو السيارات؟ هي عبارة فلسفة اللي هو السيارة اللي إحنا نمتلكها، اللي هو مجموعة من المنافع والخدمات الاقتصادية الموجودة في الأصل. فهي مجموعة من الخدمات والمنافع، من ضمن اللي هو الخدمات والمنافع لا تنقلنا من مكان إلى مكان، فهي تعمل لنا اللي هو الخدمة طول عمرها اللي هو الإنتاجي، وليكن فرضا اللي هو 20 سنة. فلذلك اللي هو عملية الاستهلاك اللي هو معناها النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصادية الكاملة بالأصل الثابت خلال طبعا عمره الانتاجي، اللي نقصد اللي هو بي اللي هو الاستهلاك. فنلاحظ يعني لو شرينا اي اصل من الاصول في بدايه اللي هو عمره الانتاجي، لا يمكن بيكون اداءه مثل اللي هو استهلاكه طول اللي هو فتره اللي هو العمر الانتاجي. فاي اصل اللي هو من الاصول ما عدا طبعا اللي هو الاراضي، هو معناها انه مجموعه من المنافع والخدمات احنا نعمل لها استهلاك او مخصص اللي هو الاستهلاك. ليه؟ لان اللي هو الاستهلاك اللي هو عباره عن النقص التدريجي، كل سنه ينقص. لاحظ حتى يعني السياره اللي انت اقتنيتها او اقتنيتيها لا يمكن بتكون قيمتها او خدمتها او المنافع لها في السنه الاولى مثل السنه الثانيه او الثالثه او بعد 10 سنوات او بعد 15 سنه. لابد يكون هناك نقص تدريجي في المنافع والخدمات الاقتصاديه الكامنه طبعا اللي هو بالاصل خلال عمره الإنتاجي. بعض اللي هو الآلات يصل عمرها الإنتاجي إلى 50 سنة إلى أو وهكذا، وبعض اللي هو الأصول ربما ما تتعدى 5 اللي هو سنوات. طبعا تختلف من طبيعة أصل إلى أصل آخر، اللي هو بعض اللي هو الأصول خاصة اللي لها علاقة باللي هو التقنية الآن، اللي هو يكون عمرها اللي هو الإنتاجي قليل. ليه؟ لأن موجود عندنا اختراعات جديدة، أيضا عندنا التقادم التقني، التقادم التقني. فربما يكون احنا اخذنا اللي هو مجموعه من الكمبيوترات تعمل لنا، لكن بعد 5 سنوات نلاحظ الكمبيوترات اللي احنا اخذناها تقادمت فنيا وتقنيا، ما نستطيع اللي هو نعمل عليها برامج اخرى، فهي متقدمه وان كانت صالحه للاستعمال، فهي صالحه للاستخدام لكن تقادمها اللي هو التقني. هذا بالنسبة إلى اللي هو الاستهلاك موجود عندنا في صفحة 62. في أسئلة يا شباب؟ نجيب الاختبار. لم أعتقد، لأني ما يعني ما سألنا عنها، يعني ما
لو أخذنا اللي هو السؤال الأول اللي هو يتعلق باللي أنا تكلمت عنه اللي هو النفط التجريبي في المنافع والخدمات الاقتصادية الثمينة بالأصل الثابت خلال اللي هو عمره الإنتاجي وعمله اللي هو الأربع اللي هو الخيارات، هل هو معناه اللي هو الاستهلاك أو شهرة المحل أو القيمة الإسمية أو القيمة السوقية. السؤال أعيده، النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصادية الكامنة بالأصل الثابت خلال عمره الإنتاجي، هل هذا الأربع خيارات، هل هذا هو الاستهلاك أو شهرة المحل أو القيمة الإسمية أو القيمة السوقية؟ طبعا اللي هو القيمة، الإجابة اللي هو الاستهلاك، الإجابة اللي هو الاستهلاك. أيضا يمكن ربما يتعلق منه الأصول الثابتة، لو قلنا كل مما يلي يستهلك ويعمل له مخصص استهلاك، كل مما يلي يستهلك ويعمل له مخصص استهلاك باستثناء السيارات، الأثاث، الآلات، الأراضي. ما شاء الله اللي هو الأراضي أو الأرض، فعلا اللي هو الأراضي اللي لا تستهلك، ما نعمل لها مخصصات، مخصص اللي هو استهلاك اللي هو الأراضي. لو جل اللي هو سأل وسألنا عن قال من ضمن طرق اللي هو الاستهلاك، من ضمن طرق الاستهلاك طريقة القسط الثابت، طريقة القسط الثابت، هل هذا صحيح؟ اللي هو الخيارات، هل هو صحيح أو خاطئ؟ صحيح، من ضمن اللي هو الطرق اللي هو الاستهلاك طريقة اللي هو القسط الثابت، وتعتبر اللي هو طريقة اللي هو القسط الثابت من ضمن الطرق اللي هو الاستهلاك. وطبعا أخذنا أمثلة عليها كيف نحسب اللي هو القسط الثابت في أي شركة من اللي هو الشركات أو أي أصل من اللي هو الأصول، عن طريق إن إحنا نعرف اللي هو نسبة اللي هو الاستهلاك، وفيكون عندنا من المعلومات اللي بيعطيني إياها قيمة الأصل، كم قيمة اللي هو السيارات أو الآلات أو المباني، وبيعطينا أيضا اللي هو قيمة كخردة في نهاية المدة، كم قيمتها بعد 20 سنة أو 15 سنة، وأيضا بيعطينا اللي هو العمر الإنتاجي للأصل. فيكون عندنا اللي هو الثلاث المعطيات هذه موجودة، قيمة اللي هو الأصل كم قيمته، وأيضا قيمته كخردة لما ينتهي اللي هو العمر الإنتاجي، وأيضا اللي هو عدد سنوات أو العمر الإنتاجي للأصل. فهذه لو أخذناها نستطيع أن احنا نعرف اللي هو قسط الاستهلاك اللي هو السنوي، بأن احنا نطرح اللي هو قيمته كخردة أو كنفاية من اللي هو قيمته كأصل، ونقسم على اللي هو العمر الإنتاجي أو العمر الإنتاجي، فنحصل بهذا على اللي هو القسط اللي هو الاستهلاك السنوي. نلاحظ اللي هو القسط، طريقة القسط الثابت إنه لا تتغير من سنة إلى سنة كلها. فلو أخذنا اللي هو طريقة أو أي شركة من الشركات تطبق طريقة اللي هو القسط الثابت، نلاحظ أن جميع السنوات متساوية،
يعني لو فرضا 10 سنوات نلاحظ اللي هو السنة الأولى مثل الثانية مثل الثالثة إلى أن نصل إلى العاشرة سي اللي هو قيمة واحدة. فلو استطعنا أن احنا نشوف حي اللي هو السنة الأولى هذه كفي. فلو كان اللي هو القسط حق السنة الأولى 1000 حق السنة الثانية بيكون 1000 إلى أن نصل إلى اللي هو العاشرة. أحد عنده أي سؤال؟ نلتقيكم إن شاء الله غدا. نلتقيكم إن شاء الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.